بين أخذ ورد حول جدوى مهمة المراقبين الدوليين في سوريا التي لم تتمكن حتى الآن من وقف نزف الدم هناك، يستمر النظام السوري بتجاهل أولى وأهم بنود مبادرة أنان، ألا وهي سحب الآليات العسكرية وإيقاف إطلاق النار. هذا عدا عن استمراره في دك المدن والقرى السورية الثائرة بمختلف الأسلحة. رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود، الذي صرح بأن عدد المراقبين الدوليين ارتفع إلى 50 مراقبا، دعا كل الأطراف إلى التعاون مع المراقبين، قائلا إن من يملك القوة العسكرية هو من يتوجب عليه إيقاف العنف في سوريا، مشيرا إلى أن النظام السوري وقواته العسكرية هي من تملك زمام الأمور لوقف إطلاق النار وبالتالي وقف معاناة السوريين. إذا ما تعاون الجميع، الحكومة، المعارضون والسياسيون والمبعوث الخاص ومجلس الأمن الدولي، يمكن تحقيق الهدف. وهدفنا تهدئة الشارع ووضع حد للعنف والتخفيف من معاناة الأطفال والنساء والانتقال السياسي بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوري. من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تقوم بزيارة إلى الصين، إنه في حال لم تلتزم الحكومة السورية بوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، فيجب على المنظمة الدولية التفكير في استصدار قرارات أخرى. وفي واشنطن، قال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني، الذي ندد بهجوم قوات النظام على جامعة حلب، قال إن استمرار تعنت النظام سيتوجب على المجتمع الدولي أن يعترف بالهزيمة ويعمل على التصدي للتهديد الخطير للسلام والاستقرار من نظام الأسد. وأشار كارني إلى أن هناك حاجة ماسة لانتقال سياسي للسلطة في سوريا، معربا عن أمله في أن تنجح خطة أنان على الرغم من المؤشرات التي تشكك بشكل قوي في استعداد بشار الأسد للقبول بشروط هذه الخطة، لأنه فشل حتى الآن في تحقيق ذلك حسب تعبيره. وفي سياق متصل بمهمة المراقبين، قال أحمد فوزي الناطق باسم كوفي أنان أن خطة السلام الخاصة بسوريا تمضي على المسار على الرغم من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات لوقف إطلاق النار. يمكنني القول إن خطة أنان على المسار، وإن الأزمة التي استمرت أكثر من عام لن تحل في يوم أو أسبوع. هناك مؤشرات على الالتزام بالخطة على الأرض وإن كانت بطيئة ومحدودة. فوزي لفت إلى أن كوفي أنان سيطلع مجلس الأمن الدولي في مؤتمر عبر الفيديو من جنيف يوم الثلاثاء المقبل على أحدث تقييم بشأن تنفيذ خطته للسلام المؤلفة من 6 نقاط.